إذن هذا بيان رابطة سعيدة إلى السيد الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الرابطة الجهوية لكرة القدم. قضية مغنية مقابلة الفئة الشبانية أقل من 15 17 و 19 سنة بين مولودية قصر الشلالة وشباب رياضي لبلدية سرقين. بناء على معلومات وردت في الرابطة الجهوية متبوعة بمراسلة طرحت لدى الأمانة العامة من طرف كل من مدرب فئة أقل من 17 سنة لأولمبيك لأولمبيك مانيش غلط مدريسة مدريبة والأمين العام للفئة الشبانية لنفس الفريق مرفوقة بوثائق رانا نشاهدوا في مرفوقة بوثائق تترجم محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني عبر الميسنجر بين مدرب أولمبيك مدريسة وكل من سيد عماري أحمد حكم جهوي أربيت مع المدرب وأحد يعني كي قلنا رأي مخروبة في الكاتيجوري جان وأحد فرق مولودية قصر الشلالة لفئة أقل من 19 سنة سي غراف هذه سيتان كريم هذه جريمة في حق الشبان وكذلك تسجيل مكالمة هاتفية سجلوا مكالمة هاتفية لنفس المدرب مع الحكم الجهوي هبري أمين الذي كان من بين الحكام الرسميين المعنيين لإدارة هذه المباريات مفادها أن المقابلات المشار إليها أعلى والتي تندرج في إطار جولة 12 لحساب المجموعة الخامسة اللي كانت مبرمجة في 19 أفريل 2024 بالملعب بقصر الشلالة ولاية تيرت لم تلعب وتم ملء ورقة أوراق المقابلة على أنها جرت وهذا بتواطؤ من الحكام ماتش ما تلعبش عمرو فايدو ماتش بلي لحب الماتش ومتقينهم بالميسنجر وبالتليفون من طرف الرابطة الجهوية وتبعا لذلك قامت الرابطة الجهوية بسعيدة بمراسلة كل من رئيس أمن دائرة قصر الشلالة راحوا شاف سيرتي دوية تاع قصر الشلالة تحت إشراف السيد رئيس الأمن الولائي شاف سيرتي الولاية تاع ولاية تيارت وكذلك رئيس وحدة الحماية المدنية لقصر الشلالة علاش حماية المدنية باش ياك باش مو بلي ما جاوش الماتش هذاك والمهم بعد كل هذا لم تجرى المقابلات الثلاثة ما تلعبش في ثلاثة لي ماتش رغم تواجدهم لم تواجد التعزيزات الأمنية كانت متواجدة والصحية وفقا للتسخيرات التي وردت إلى مصالحهم بتاريخ 30 أفريل باستدعاء كل الأطراف المعنية بما فيها الحكام الرسميين وصلت جلسة استماع ومواجهة لدى لجنة الانضباط وبعد إتمام كل الإجراءات أصدرت لجنة الانضباط الرابطة الجهوية لكرة القدم على صفحتها بتاريخ 9 ماي رقم القضية 14-2024 على صفحتها الرسمية تعليقا للمادة 48 خسارة المقابلة بالنسبة للفريقين اللي خدموا الماتش بلي ما جاوش وعمروا فايدو ماتش خدموها مع الاربيت بين قصر الشلالة وبلدية سرقين للفئات الثلاثة لتروى كاتيجوري خصم 6 نقاط بالنسبة للمخالفة المرتقبة والفئات الثلاثة يعني خصم 18 نقطة فرق الأكابر لمولودية قصر الشلالة قاسوا حتى ليكيب سينيور خصم 6 نقاط أيضا يعني 18 نقطة لكل الفئات إقصاء مدى الحياة للكتاب المعينين لفئات شبانية وأيضا إقصاء مدى الحياة للحكام الرسميين وكل من ساهم في هذه الجريمة إحالة ملف الحكم عماري إلى اللجنة التأليبية للجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم انتهى البيان سي رشيد انا نظن بلي هذه دوكا مادام او نيفو دو لا ليغ ريجيونال خداو هذه القرارات الصارمه ونحييهم بهذا المعنى على الاقل كانت عندهم لو كوراج ما قالوش هذه الحومه هذه نشرادي الفا باسي او بينال ميتنون نورمالمون دوك جوج البينال تفهموا بلي الماتش بغيت تلعب اردوان ايزون بروفي بلي كاين تلاعب صاف ديك اجوردي خلاص تخرج من لا ليغ سا ريليف دو بينال نورمالمون اليوم لا جيستيس ال سوتو سوزي دو سيت افير pour mettre un terme à cette mascarade. ونظن باللي هذه كما تفضلت قبيل وقلت باللي حتفتح الابواب مستقبلا ربما ان بو بلو ليك دو ليك يكون التقرير كيما هذا يكون افتتاح يكون اجراءات وانا دوك وين راح بالي لي كي كنا نكتبوا كي كنا نتكلموا في هذا البلاطو على لي باري كيفاش راهم يتلعبوا بلي باري في الكاتيجوري جان ويربحوا دراهم كبار ممكن هذه قضيه تاع لي باري بالك خدموها وياخذوا اموال لانه القضيه ما لازمش توقف هنا سي علي بن شيخ انا هذه والله ما نتكلم على هذا واش صاير هذه تروزيام ديفيزيون نو سي لي كاتيجوري جان في لي جان لي كاتيجوري جان اي 15 اي 17 اي 19 لي كاتيجوري جان تكلمنا عليهم ماشي خطره او اثنين او ثلاثه بلي
سيرتان يشريو سيرتان زاربيد باش غير قال انا ربحت باش يوري بلي دار ريزلت. تكلمنا عليهم ولكن انا ما نتكلمش على هذه. نهضر معايا في ديفيزيون ان تما نتكلم معك اليوم ما نتكلمش يديروا واش يحبوا. ديفيزيون ان سينيور اي جون تما نجاوبك دوكا ما نجاوبكش. سمير مي هنا هذا ليكزومبل هذا داير ان سي اون بون شوز الناس اللي تريشات تخلص. هنا اون لا بروف باللي في الجزائر نقدروا نديروا دي زونكيت ونلحقوا الى الملموس ميسنجر كاع راحوا الماسنجر ستادير كون بو فير لا ميم شوز دي زونكيت لي زابيل تيليفوني اي كانوا الهضره اللي قالها سمير الزاوي كان كابابل يديروا هكذا لا ميم اونكيت وبالك كانوا يلحقوا النتيجه. سؤال برك لكن هناك يا دي زيكزومبل اون الجيري سي با لا بين دو سيتي لي زافير جازوا في الجزائر ولكن داروا ضجة إعلامية ولكن غطاوهم. أنا نعطيك أن إكزومبل لو ديرني إكزومبل لافير تاع واتسو في البيض وراهم لي كونكليزيون. حنا نستناو لي كونكليزيون تاع تافير ياك لا فيدراسيون دات أن كومونيكي جاست لا كوميسيون دي سبي استمعت الأطراف استمعت وراهم لي كونكليزيون ما كاش لا سويت هذا هو المشكل. وزاوي تعطيه بسي موا كونكليزيون كاين زاوي كاين كونكليزيون وبسرعة البرق. أعطينا أيضا بيان سريع غيليزان أيضا على مستوى غيليزان ربما الأمور بدأت تفتح على الأقل باش نسيو نحاربوا هذا الفساد. صفحة رسمية النادي الهاوي سريع غيليزان إدارة سريع غيليزان تقدم شكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة غيليزان ضد مناجم من ولاية غيليزان الذي اتصل ببعض لاعبي سريع غيليزان وعرض عليهم رشوة من أجل ترتيب لقاء سريع غيليزان ضد اتحاد الكرمة. اتحاد الكرمة اتصل باللاعبين قال لك اتصل باللاعبين تاع سريع غيليزان وطلب منهم عرض عليهم رشوة من أجل مباراة باش يخدموا الماتش إن شاء الله الأمور ما توقفش عند هذا الحد. وكما قال علي بن شيخ نروحوا أيضا إلى القسم الأول القسم الثاني هم نطلعوا شوية نزيدوا نطلعوا شوية دي دو دي اون مشاو صاري في كاتيجوري جان أيضا في الناسيونال ماهوش من الناسيونال ايه باسكو راهم يلعبوا جهويين الناس يتقوك ديت البطولة واحد يقوك ديت البطولة كي تديها ناسيونال هما راهم يلعبوا جهويين قال تاع ألجي يلعبوا شوية لهنايا دي بتي كلوب مع لي كرون كلوب تيزي وزو مثلا وبجاية والشرق نفس الشيء الغرب نفس الشيء تقريبا في العام يخرجوا ناف شامبيون وي شامبيون دي شامبيون ما تقولك أنا بطل الجزائر ماشي بطل الجزائر لأنه الكثير رم كما قال لك يعملوا يحطوا أموال كبيرة ويقول لك أنا ندير سي في تاعي خديت بطولة وديت على كل حال الحديث بقية حول هذا الموضوع اللي ممكن نطرقوا له الأسبوع القادم لأنه الوقت داهمنا ما بقالناش كثير. نروحوا للموضوع الموالي بالوزداد.